رح نبدا سلمى باولى فقرات صباحنا غير. ويمكن اليوم الانسان هو كائن اجتماعي بطبعه، دائما بحب يكون علاقات بحياته، ولكن تحديدا ببيئه العمل. اليوم ما في وضع ثاني، نحن اليوم لازم يكون عندنا مهارات عديده، نعرف كيف نتعامل مع الاشخاص اللي حوالينا، ان كانت مهاره المرونه او مثل ما بيسموا الذكاء الاجتماعي او الذكاء العاطفي. قد ايه هذا الشيء مهم اليوم لحتى نحن يمكن نعرف كيف نتعامل مع الشخص اللي مقابلنا، يمكن ما نأذي ما نجرحه، ونفس الوقت نحقق بيئة عمل متكاملة. أكيد يا هايدي، اليوم كيف أنا بتعامل معك هو أول شيء رح يهيئ لي جو مريح لأنا أقدر إنجاز العمل. اليوم إذا أنا تجاه أي شخص موجود بالعمل، وخصوصا مثل ما بيقولوا أنت بتشوفيه كل يوم، تماماً. يعني بتتعاملي معه، في ناس ظروف عملها ممكن تقعد 10 ساعات 12 ساعة على حسب منا نحن. أكيد. فإذا كان في تصادم ببيئة العمل، هذا التصادم ممكن يؤدي لنتائج سلبية وليست نتائج إيجابية. طبعا الخاسر الأكبر رح يكون المنجز من هذا العمل، وأيضا الشخص نفسه، لأنه أكيد العداوات بتأثر على حياتنا الشخصية. كتار مننا بيتمنوا يرجعوا على بيوتهم ويشيلوا جو العمل على جنب، ولكن أوقات كتير ما بنقدر نعمل هالمعادلة. اليوم رح نتعرف كيف بنقدر نشتغل وبنفس الوقت ما نكسب عداوات وما نتصادم مع اللي حوالينا. كل هذا الشيء رح تخبرنا فيه أكيد الاستشارية الأستاذة سلوى عرنوسي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباحكم ورد. أهلا وسهلا فيك أستاذة سلوى. عم نحكي عن موضوع كتير مهم طبعا، ويمكن للأسف كتير من الأشخاص ما تكون عندها هي المهارة أو هذا الأسلوب بالتعامل مع الناس، فدايما بتلاقي في عندها مشاكل كثيرة بالأشخاص اللي حواليها بالبيئة اللي موجودة فيها. خلينا بداية نعرف نحن ليش بتصير هي الخلافات بيناتنا. كثير حلو سؤالك. هلا أول شيء، بيئة العمل مو مثل بيئتنا بالبيت، صحيح، ولا بيئتنا بعلاقاتنا الاجتماعية. وكثير مهم الإنسان يدرك إنه بيئة العمل تتطلب إنه نحافظ على علاقتنا فيها، لأنه هي البيئة اللي نحن مجبرين إنه نبقى فيها. يعني الشخص وقت بيلاقي عمل وبيكون عنده من هذا العمل مكسب هو كتير مرتاح فيه، فضروري يحافظ على شغله ويحافظ على راحته النفسية داخل العمل، لأنه إذا صار تصادم خلال العمل هو ما بقى ينجز مثل ما بديته بالمقدمة. فأول شيء هو بيفكر إنه بيئة العمل مثل بيئته مثلا بالمنزل، لا يدرك إنه لابد من وضع مسافات. فأول مفهوم، ما عنده مفهوم المسافات بين زملاء العمل. رقم اثنين، ما بيدرك قدي مهم المهارات بالتواصل، انه بيئة العمل هي بيئة مختلفة، اشخاص مختلفين، كل حدا يمكن يكون من بيئة، كل حدا عنده قيمة مختلفة، اللي عنده قيمة المال مثلا اعلى، ومثل اللي عنده قيمة الحياة والمتعة والسعادة، ومثل اللي عنده قيمة النجاح اهم شيء، فقيمنا مختلفة. فاول شيء هو بيكون شخص خلينا نقول غير مدرك لأهمية المهارات اللي لازم تكون عنده، غير موجودة هاي المهارات. رقم اثنين، ما عنده وعي ببيئة العمل المختلفة عن بيئة أخرى. والأهم شيء وبيؤدي للمشاكل، عدم إدارة الحالة الشعورية. يعني نحن بننزعج شوي، نتأثر، منخرب على شغلنا. يعني كتير بتشبه، تخيلي إنه مشكلات العمل أحيانا مثل مشكلات بالعلاقات، بس العلاقات الزوجية في مشاكل، لأنه هي بتعتبر إنه هذا زوجها بتكون واضحة قدامه إلى آخره. بيئة العمل أصعب، لأنه أنا بدي يكون كتير منتبه أنه أترك مسافات، ما أتدخل بالآخرين مثلا، ما ألقي كلمات ممكن تزعج، ما أنسى أهتم بشغلي، إجا موظف جديد ما أتضايق. يعني كتير أسباب بتخلينا نوقع بهالمشاكل. تمام، أكيد. طيب أستاذ سلوى، خلينا نحكي شوي عن المرونة اليوم. طريقة المرونة والتعامل، في ناس بطبعها بالها طويل، صح، يعني بيقولوا لك ومرينة مرينة، وأنه شو ما صار دائما بتدور على الحل قبل ما بتوقف عند المشكلة. تمام. وبدها تكبرها مثل ما بيقولوا، لا تمام، أنا هلأ بدي حلها، هذا تمام، الأفضل. طيب خلينا نحكي قديش مهم المرونة اليوم بالتعامل، إن كان ببيئة العمل أو حتى بأي مشكلة ممكن نتعرض لها بحياتنا. صحيح. هو الشخص اللي ناجح بعلاقات العمل تلاحظي بينجح بكل علاقاته. حلو. لأنه هي أصعب علاقات هي علاقات العمل، لأنه دائما تسود علاقات العمل المصالح. يعني الشخص بده هو اللي يأخذ المكافأة، هو اللي يكون مميز بالعمل إلى آخره. يعني مفهوم الوفرة تقريبا ما كتير موجود عند الناس. فأول مشكلة عدم المرونة بتكون سببها أفكارنا الشخصية. يعني الشخص المرن هو شخص قدران يركز على مهامه على عمله. فأول شيء لحتى الإنسان يكون مرن ببيئة العمل،
لازم يعرف انه هو داخل الشركه اللي هو عم يشتغل فيها الى رؤيه الى اهداف، واي شركه شو بيكون اهم شيء عندها؟ الانجاز. هي بدها انجاز لحتى يكون في نجاح. فانا كموظف حاتعرض مثلا لبعض المشكلات، مثلا بنقول في موظف كثير بيزعجني بالعمل، او زميلتي بالوظيفه كانها تغيرت معي وصارت تحكي اكثر مع موظفه، كثير بتسمعي قصص يعني ما لها علاقه بالشغل، بيرجع لايام المدرسه تماما. اول شيء رح خاصيه تماما بيركز على عملي. اذا في موضوع زعجني، شو الموضوع المزعج بيحتاج مرونه؟ المرونه بالتعامل مع الشخصيات. حكينا بالعمل في شخصيات مختلفه، في شخصيات صعبه، في شخصيات سلسه التعامل معها. فاول شيء انا بدي اكون مرن، ركز على الهدف. يعني لما انا بركز على الهدف بنجح، لما انا بركز على هذا الشخص انه اسلوبه ما عجبني او ما عم اتفق معه، فانا حعطل حالي وعطل شغلي، حضل بهالزاويه، حضل بهالمشكله. فاول شيء انا بركز على الهدف وبحاول دائما اتعلم مهاره التفاوض لاوصل لحل وسطي واتجاوز، يعني ما وقف هون. لحتى اتجاوز اكون مرن بده يكون عندي اداره حاله شعوريه، يعني عم بقدر اطلع من هذا الشعور السلبي دغري، ما عم باخذ الشعور السلبي على بيتي وازعج اولادي وازعج زوجتي وياثر على علاقتي وياثر على شغلي اتاخر فيه وصير فائت على بيئه العمل وانا منزعج. لا، انا بدي ادير حالتي الشعوريه واسال نفسي انا ليش انزعجت او ليش غضبت. والله غضبت انه انا بشغلي مثلا المسؤول المباشر عني بالشغل بيحاكيني بجفاء، طب ممكن يكون هذا اسلوبه. انا باخذ المهمه اللي لازم اعملها بدون ما اعتبر انه هو عم يستفزني، وبحكي باسلوب راقي لحتى هذا الشخص اترك مسافه بيني وبينه، اكيد ما بصير يتجاوزني، ولكن انا ما بكون انفعالي وغضوب وبطلع من اداره حالتي الشعوريه وبعطي صوره غير جيده عني. وهون القدره والمهاره على التواصل. دائما الانسان اللي عنده المهارات الصحيحه يجبر الاخرين على احترامه لانه عنده مهاره صحيحه، ولكن انه الطين السلبيتين اللي بيخلونا نقع بالمشاكل عدم اداره حالتنا الشعوريه وعدم المرونه، انه بنعلق هون وما بنقدر نقطع، بنوقف او ما بنقدر نتجاوز. لازم نتذكر انه هذا الشخص داخل العمل هو بس داخل العمل، انا بدي اوجد صيغه للعلاقه داخل العمل فقط لانجز عملي واطلع. بيصير عندنا اصدقاء من العمل بس صار في انتقاء، نقيناهم نفهموا علينا ونفهم عليهم، ولكن دائما صداقات العمل هي صداقات مزيفه. يعني 90% نادر جدا انك تطلعي بصداقه من العمل صداقه حقيقيه. هي بده يكون نحن كثير في تقاطع بالصفات، في اتفاق بيناتنا، في شخصيات يعني في شغلات ادت انها تكون صداقه. ولكن وين الخطا؟ انه الشخص بيعتبر زميله بالعمل انه هو صديق حقيقي وبيزعل اذا صار معه شيء شخصي وما قال له. في ناس عنا بيتجوزوا بالعمل تماما هدول تمام. لما بصير في ارتباط بالعمل، بعد الارتباط كثير بدنا ننتبه. تخيلي انه بعد ما يرتبطوا بصير مشاكل، ما بتنقل هالمشاكل للعمل، تنقل بيكون في وعي عالي على ما بيداوموا بنفس الوقت هذا صح تمام أوكي. يعني عم ضوي عن نقاط كثير مهمه، يمكن كثير من الاشخاص عم يتابعونا ما بيعرفوا تفاصيل هي الامور صح. تفاصيل بيئه العمل الصحيحه تمام. اليوم لهيك اليوم بتنشا هي الخلافات بين الناس. اكيد يعني احنا بنعرف انه كلياتنا اكيد بنفرق عن بعض باهتماماتنا بتفكيرنا، ولكن لما ندخل على سوق العمل او بيئه العمل خلص هون كل شيء لازم نشيله، مشاكل صح. البيت تمام. وحتى مشاكل الشغل ما ناخذهم على بيتنا. طيب اليوم ما سلوى نحكي هي المشاكل اللي بتصير معنا اليوم ببيئه العمل، كثير من الاشخاص بيقولوا لك انه انا بخلص بدي اترك الشغل تماما. انا ما عاد عندي امل، ما عاد عندي رغبه، فقدت الشغف بالشغل. طيب شو السبب هون وكيف ممكن نغير تفكيرهم؟ دائما وجودنا بالعمل بيرتبط بعده اشياء. بعض الاشخاص بيستمر بالعمل لانه عم يحصل على مردود مادي كثير عاجبه وبيقول لك لو البيئه سيئه انا بطنش، ما بيهمني، انا عم باخذ مردود جيد، بيكون هو القيمه العليا المال. في شخص بيستمر بالعمل مع انه المردود كثير عالي، بيقول انا كثير مبسوط مع رفقاتي بالشغل، بيكون عنده مهارات تواصل عاليه، فهو عامل صداقات وبتلاقيهم مثلا احيانا بيطلعوا طلعات بعد العمل، فهو مستمر ليه؟ لانه في نوع من المتعه داخل العمل. رقم ثلاثه،
في اشخاص بيستمروا بالعمل لانه بيشعروا باهميتهم، لانه مثلا بالشغل بحسسهم المسؤول عنهم بالعمل انه هو كثير معتمد عليهم، لمجرد شعورهم انه هن مهمين بيستمروا حتى لو كان ما في مردود مادي الى اخره. هالثلاث اشياء اذا ما كانوا موجودين دائما نحن ما عندنا استمراريه بالعمل. وهون دور مين؟ دور المسؤول بالعمل يكون ذكي بينتبه لهدول القصص. فالشخص اللي كان عنده اهم شيء المتعه ويكون شخص بحب كثير العلاقه بيشعر انه هو مثلا منبوذ. غالبا مين بيكون منبوذ؟ الموظف الجديد. الموظف الجديد اذا في موظفين قدامى واجا هو بشهادات عاليه ومهارات كبيره ممكن يشعروا انه هو شكل خطر عليهم، فبيتعرض لبعض المشاكل، بيشعر انه مثلا اذا سالهم سؤال ما بدهم يجاوبوه ما بدهم يدلوه. كثير بتصير ببيئه العمل لانه ما في مفهوم الوفره. فهذا الشخص اذا كان عنده مهارات تواصل عاليه استمر، لانه هو عنده هدف شو هو بده يلاقي عمل. صحيح. دائما اللي بيخلينا نستمر الهدف الواضح، اما اذا ما في هدف بيحمل حاله وبيروح، او ما عنده قدره على المرونه، في تعب بالعمل، احيانا ضغط العمل. في اشخاص تقول لك انا ما بقدر على ضغط العمل، تلاقيهم دائما عم يدوروا على شغل. فانا لازم اسال نفسي ما الهدف الذي اسعى اليه؟ انا هلا عم بشتغل شو الهدف؟ بدي ركز ولاقي نقطه ساعدني على الاستمراريه. الاشخاص اللي بيصير عندهم مشاكل انه اجى موظف جديد وشعروا بالخطوره، شو الحل؟ طور مهاراتك، لانه المهارات ما بتبقى مكانها. يعني نحن دائما عم نسمع بتطوير فظيع بالحياه، من الذكاء الاصطناعي لاشياء تتحسسك بالخطر، انه كانه العمل اللي انت فيه ممكن بيوم من الايام بزمن ما يستغنى عنه. فقد الانسان بده دائما يكون عم يطور نفسه ومرن مع هالحياه. اما الشخص اللي ما بده يطور نفسه وبيهمل نفسه فتره، فجاه بيلاقي حاله بحاله شعوريه سلبيه بدون رضا عن ذاته، وبيخلق مشكله لنفسه، بصير بيروح على العمل وهو ماله مبسوط. فالفكره انا بدي ركز على الهدف لحتى يكون عندي شغل. لما بيكون انسان محتاج للمال وطول كثير للاقى شغل، قد ايه بتلاقي عنده شغف ورايح على الشغل؟ لانه هو بده هذا الشغل، ما بيركز على شيء ثاني غير انه بده يستمر بالعمل. بده رب العمل يقول له انت مستمر، انت ما عدت تحت الاختبار اذا نحن ممكن نلاقي شغلك منيحه او لا. طيب الشخص اللي هو مثلا كان مالل وما عنده حاجة مادية، جاي على باله أنه عن جد يشتغل، حس أنه له قيمة بالحياة، لمجرد أنه يشتغل ويحس أنه في مراجعين عم يشعروا بالسعادة، بيرجع على البيت عم يشعر بالسعادة، لأنه كان عنده حاجة أن أشعر أني مهم، عندي شيء عم بعمله بالحياة. فالفكرة هون إذا ما كان عنا هدف وعرفانين نحن شو بدنا وركزنا على السلبيات، فما في شغف أبدا، مو بس بالعمل، بكل شيء. لأنه الشغف نفقده وقت الهدف اللي نحن بدنا اياه تم فقده. اكيد. خلينا نحكي كمان عن فكره اليوم سلوى، في كثير اشخاص بيعتقدوا انه مكانتهم مرتبطه من الناس شو بتعطيهم هي المكانه، وهو صح. العكس، يعني اليوم الموظف اللي صار له 10 سنين او اللي صار له سنتين هو بالنهايه مكانته حسب هو شو عم بيقدم. يعني تمام. يعني انا ما بعرف اذا هي صح الفكره او غلط بطريقه فهم الامور. تمام. بس انا بحس انه ما حدا بيقدر ياخذ مكان حدا بالنهايه. في كل شخص له بصمه معينه ممكن يتركها، له طريقه معينه، حتى لو له يوم او له 10 ايام. تمام. ما بعرف شو رايك بالفكره. كثير بتصير بنهايه العمل، اشخاص بيكون خدموا بالعمل 10 سنين 15 سنه، تلاقيهم بعد فتره بيشعروا بالحزن والالم، بيقولوا مثلا ما قدروني، بيقول الناس هلا لك بدا هي الموظفين الجداد، لانه هو يعني هو نقل تفكيره لشيء سلبي. لازم نعرف انه دائما نحن لازم نرحب بالجيل الجديد الذي ياتي الى العمل، وتذكر انه انا خبره ما وصلت دائما. يعني نحن بنقول دائما اللي عنده خبره عمل بعد 20 سنه انتقل للحكمه في العمل، الحكمه، لانه مهما تعلمنا بالجامعات واذا اشتغلنا صدقا الخبره الحقيقيه لا تؤخذ لبعد 5-7 سنين تراكميه. هي اسمها الحكمه. يعني هو صار بيقدر يكون استشاري بعمله لو هو فكر صح، هو بعمر الحكمه. شوفي الاشخاص اللي بيقوموا بكثير اعمال ومشاريع صغيره بصير عندهم حكمه، بيعرفوا يختاروا مشروع فعلا مربح وعندهم قدره على دراسته، بيعرفوا مزبوط شو لازم يساوي شو الخطوات. لو وصلوا لهالحكمه هن دفعوا كثير وخسروا كثير. فهذا الشخص هو ما انه مضطر انه يشعر بقيمته لانه هو ما قدر يقدم نفسه. انا عندي الحكمه في العمل، انا استشاري في العمل. الانسان دائما يتطور. اما اذا انا بدي انظر
انه مثلا شو بينظروا؟ نشوفوا الموظفين اللي جد نحن على ايامنا كنا ما ناخذ شيء، شوفوا كيف يعني كثير شغلات بعد بقارن، هي المقارنه مؤذيه بحد ذاتها لأن ما حترضيك، المقارنة غير مقبولة وظالمة للجهتين، فإيه فرق جيل يعني هذا ما له علاقة باللي بيصير هلأ مثلا تماماً. ولا القديم له علاقة بال ليش ما أقول أنا عندي حكمة هو هلأ هي عم يشتغل، أنا نصيحة واحدة مني بتعطي خبرة عام صحيح. وفعلا الشخص المنفتح على سمع النصائح والخبرة، في ناس بتعتبر نصيحتك أنه عم بتنظري عليهم. أوكي هي هون نقطة كتير مهمة، لا تقدمي نصيحة إذا ما طلب منك لحتى ما تنعبر تعتبر تنظير. في عنا مشكلتين، في عنا أشخاص إذا حدا نصحهم بينزعجوا، وفي عنا أشخاص ما بيحبوا ينصحوا بيكونوا بالشغل لهم سنين، بيجي حدا بيقول له طيب إني شو أعمل؟ لا والله ما بعرف، بيكونوا بيعرف بده يخسره كمان. هذا خطأ، الصح إني أنا أكون معطاء بخبرتي وكون فخور بأنه هذا الشخص اللي نجح أخذ خبرة من عندي، يعني أنا قطعت عليه مسافة. ولو كنا بهالنفسية الحلوة وبهالعطاء ما في عمل بيفشل، وبتحسي العمل أصلاً العمل بيزداد متعة لما بيكون حكلنا مع بعض بالعمل بهمنا نجاح هذا العمل. لهيك منقول كتير مهم أن يرتبط الموظفين داخل العمل برؤية الشركة. إذا ارتبطنا برؤية الشركة وكان في تقدير من رب العمل بأنه كل شخص عم ينجز في مكافآت، فهو حول هالطاقة اللي موجودة جوا لشو؟ لإنجاز العمل. أما إذا كان العمل ما في هاي الحوافز وما فرجعنا نحن بدنا نعمل مهارات نحن بدنا نعمل مهارات، واذا نحن ما عندنا وعي لنعمل مهارات تمام ما فيني اقول لك شو صحيح. يعني دائما بالمحبه باللطف بالتسامح بالمساعده، هي الاساسيات يمكن بتساهم بنجاح اي عمل مهما كانت طبيعته. شكرا كثير لك الاستاذه سلوى عنوس، اختصاصيه اجتماعيه، شكرا لكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا حبيبتي، شكرا لك ولوجودك معنا.